يجري الحديث عن أنه لماذا لم تدن الجمهورية حال وقوع الضربة، وأن الضربة كانت في تقييمنا كعسكريين كانت أدنى بكثير مما لوحت به إسرائيل. صحيح. فالضربة ما كانت ضربة موجعة، ولكن المرشد الأعلى وجده أنه السكوت يسقط حق الرد لإيران، فطلب تضخيم الأمر، ضخموه حتى يبقى حق الرد متاح عندنا ونجعله كسلاح بيد بزشكيان في إدارة المفاوضات، فسلحوه برفع منسوب أن الضربة كانت موجعة. بزشكيان لكن عسكريا ما كانت موجعة. كان تصريح جدا لافت ويتناسب مع ما تفضلت به، قال إذا توقفت الحرب في غزة هذا سيؤثر على شكل ردنا وعلى كيفية ردنا. يعني ماذا يقصد في العلوم العسكرية؟ أحسنتم، لأن هم كان هو نتنياهو يطالب بمسألة فك الارتباط بين الساحات. المنجز الأكبر الذي حققته الدبلوماسية الإيرانية هي في ربط الساحات في معادلة واحدة، اللي هي الحل في لبنان والحل في غزة. الحل في لبنان وفي غزة معنى ذلك أنه أحكام الطوق، طوق الطاقة، خليج بحر الأحمر، حوض البحر المتوسط، وتكون فيه إيران اللاعب الفاعل والمؤثر، لأنه إيران تتحدث عن ما يطلق عليه ببرنامج نووي سيؤمن مظلة نووية شرق أوسطية. شنو قضية المظلة النووية؟ لأن هذه لابد أن ننعش ذاكرة الرأي العام بها. نعم. المظلة النووية أن الدول الكبرى التي تمتلك السلاح النووي تأتي إلى حلفائها الذين لا يمتلكون السلاح النووي، تضفي عليهم دعما وإسنادا للدول التي لا تمتلك السلاح النووي. طيب. على سبيل المثال الولايات المتحدة لديها تحالف أكثر من 30 دولة ضمن المظلة النووية، بريطانيا، هولندا وبلجيكا ضمن مظلتها، روسيا، بيلاروسيا وكازاخستان تحت مظلتهم النووية. إيران ترى أن الحصول على البرنامج النووي سواء كان سلبي أو عسكري سيؤمن لها مظلة نووية تجمع فيها محور الممانعة، ستكون هناك مظلة نووية شرق أوسطية إلى العراق ولا سوريا ولبنان وفلسطين، فهي معادلة ضخمة جدا.